انا عايزة في الاول يزور تشرح لنا الشغلانة بتاعتك بتعمل ايه في المهرجان. طيب بصي، في البداية طبعا احنا شركة بي جروب، مسؤولين عن البرودكشن والديزاين للمناطق اللي كان فيها فعاليات او ما زال فيها فعاليات لمهرجان العالمين، وده طبعا بيشمل بقى الكوردينيشن تنسيق بالظبط، التنسيق ما بين الاحتياجات للصوت، للإضاءة، يعني لكل حاجة كل عشان حاجة عشان الفعالية بالظبط تطلع. بالظبط بالظبط يعني احنا بنتكلم ان انت شغلك في كل مكان في مدينة العالمين، بالظبط بالفعل. في كل حاجة تقريبا، لانه احنا بنتكلم بقى عن حاجات اتبنت او فعاليات موجودة في اي حتة، من المسرح للمسرح الروماني للمنطقة الشاطئية نيو ارينا، كل حتة بالظبط بالظبط والمعارض وكده. كل حاجة. بصي احنا طبعا احنا يعني مش عايزة برضو، احنا مجموعة شركات كتير بنتحد مع المتحدة، عشان في الاخر المهرجان زي ما انتي عارفة مدته طويلة جدا وفعالياته كتير، وزي ما انتي قلتي هو الاماكن كتير جدا، فبدأنا التخطيط من بدري جدا، ويمكن برضو احنا كشركة كان عندنا دور السنة اللي فاتت، فبدأنا شغل زي يعني من السنة اللي فاتت ان احنا خلصنا المهرجان وابتدينا نبص ايه الحاجات اللي احنا ممكن نحسنها، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نضيفها، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبدأ نشتغل عليها من بدري، وايه الحاجات اللي تظهر المدينة العالمين بطريقة زي ما احنا شايفينها النهاردة، ان يبقى فيها اقبال، ان هي يبقى كل الفعاليات وكل الاحداث اللي بتحصل، كل الايفنتس اللي بتحصل بت satisfy different segments و different age groups، ان انا الاسره شرائح مختلفة بالظبط وشرائح عمرية كمان بالظبط مختلفة. بالظبط. ف بدأنا التخطيط من بدري جدا، وكنا بنيجي معاينات من شهر، يعني اعتقد كمان المتحده، شركه متحده قبلنا كمان، واحنا فعليا بدأنا نبقى على الارض من شهر 3، عشان نبقى عارفين طيب ايه اللي هيحصل فين، ايه انسب التنظيم، الدخول العربيات، عشان كل حاجه يبقى فيها easy and nice experience لاي حد عايز يحضر اي حاجه. تجربة سهلة وبسيطة. بتقولي ابتديتوا شغل على الأرض من شهر 3 كمعاينات، كمعاينات. ولكن احنا بقى كشركة عشان ده دورنا بيبدأ بدري جدا، وطبعا مش هنسى شريكتي في النجاح مهندسة نسمة سعيد، وهي المسؤولة عن البرودكشن والديزاين معايا في المشروع بتاع مهرجان العالمين. ابتدينا نيجي نعاين من شهر 3، وده يعني خطوة لازم تحصل بدري ولازم تحصل قبل كل حاجة، لأن احنا بنتكلم على أماكن كبيرة جدا لاستيعاب أعداد كبيرة، لاستيعاب نجوم كبار طبعا وأحداث كتير، يعني بداية من يو أرينا. يو أرينا عايزة أقولك احنا يعني أنا عندي صور وعندي فيديوز على الموبايل، لما كانت على الأرض هو ما كانش فيه صور، هو فاهمة انت بتخشي المكان تلاقي ان المكان مفتوح، المكان غير مؤهل، يعني محدش كان يقدر يتخيل ان النهاردة دي هتبقى اليو أرينا اللي ممكن تشيل لحد 30,000، من 28 ل 30,000. فالتخطيط حاجة مهمة جدا، فكرة ان حد او يعني ان احنا نشتغل بطريقة ان احنا نبص على ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتفاداها حصلت السنة اللي فاتت، من يعني كل حاجة، يعني دي وجهة نظري ان لازم التخطيط اهم حاجة فيه، وبيظهر لك صعوبات تانية وبيظهر لك حاجات تانية اللي بنفضل يعني بنفضل كين جدا ان احنا كل سنة تبقى في تحسن. مفهوم.